القاعدة الشرعية دائما في هذه الأمور: العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة. العبادة القاصرة أن إنسان يصلي لنفسه، يحج لنفسه، يعتمر لنفسه، يدعو، يذكر الله، هذه عبادة خاصة به قاصرة عليه. هناك عبادات أخرى متعدية نفعها ينتفع به المسلمون، ينتفع به الناس، مثل الصدقات الجارية والأوقاف لتعليم العلم وللجهاد ولبث الخير بين الناس ولعلاج المرضى. هذه كلها عبادات متعدية، فالعبادات المتعدية التي ينتفع بها الخلق هي أفضل عند الله، لأنها من العمل الذي لا ينقطع. لأنك أنت إذا دعمت المجاهدين والمجاهدون وفقهم الله بسببك أنت وبسبب غيرك، بدعمهم بتشجيعهم بالكلمة وبالمال وبالسلاح وب يعني أيضا العدد من الأفراد وانضميت إليهم، هذا كله يؤدي بعد ذلك إلى نصرة الحق وقيام شوكة الدين في البلد، وكل ما ينتج عن ذلك من مصالح الدين والدنيا نعم وإقامة العدل وإقامة الدين يكون لك أجره طيب شيخنا. مثل